كشفت الفنانة إلهام شاهين التي تعرضت مؤخرا لهجوم عنيف من أحد شيوخ التيار السلفي عن تلقيها اتصال هاتفي من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي لينقل لها تقدير رئيس الجمهورية لشخصها وفنها، وأن الهجوم عليها يمثل رأيا فرديا تتبرأ منه الدولة. ومن ناحية أخرى، أدان عدد من علماء الأزهر التصريحات التي أطلقها الشيخ عبدالله بدر بحق إلهام شاهين، مؤكدين أن هذه التصريحات لا تمت للدين الإسلامي بأي صلة. إلهام أكدت أن الرئيس والأزهر ردوا لها اعتبارها، وفي نفس الوقت قالت أنها مستمرة في إجراءات التقاضي ضد هذا الشيخ. فتح عينيا قوي يا أخويا. كيف عينيا يعني؟ تجوزني يا أخويا. تجوزني يا أخويا. تجوزني يا أخويا. تجوزني يا أخويا. ابتسامة حلوة بقى؟ إيه الليلة دي؟ زي ليلتنا بالظبط. فاكرة يا فوزية؟ اسكي لي قناة اسكي اسكي.